مو مخاط مو يا سعود، هل انت راضي في الشهر اللي قضيته بالمنتجع؟ لا. ليه؟ من جد ممنع معك حق. اركب جنبه الطياره ما لها يمينه، حاول الكابتن حمد ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا. والطيب الاصيل هذه حق جدي بنجر بن صالح الله يرحمه. الله يرحمه. حي ولا ميت؟ الله يرحمه. الله يرحمه. بس تخرج بالثانوي بنسبه 69. هذه ما هذا لو يحطونك فوق سعف ويقولون قول وي وي ما تنفع. إيه؟ على كم كيلو الجح؟ انت تاكل جح؟ انت اكل جح. ما تاكل اوادم؟ الحين النخل شوف اللي برا يرقد، واللي يقول بس هو اللي يرقد يا عيال. حسبي الله حسبي الله، هاي برنامج من يوم بيقبلوني معك. اقول لكم شيء، راح الوقت اللي بين الفجر وطلعت الشمس. ايه ودي انكم تنطمون كذا كلكم بس انسدح يا ليت. ولد هذا مستشفى ولا قطع غيار ولا وفتح ثلاثة. افتح ثلاثة؟ ايه صفحة ولا ابننا حوالي 1500. لا اله الا الله. 1500 ناقة. خصم ترك الدوسري ذا. المهم سني قريب من الارض. ايوه ايوه والله مرات احذر منهم. يا اخي انت تدري لو تعطس وانت ساجد تشقلب. من تركها في حياته ترك نهايتها بيوم. شايف تحاولها ما عليك. هيه.